هدفنا من وقت ما رجعنا على الدرجة الأولى نعيد أمجاد نادي التضامن. السنة الماضية لعبناها بغزير وإن شاء الله إن الله راد السنة المجد بيرجع على رجعتنا على جونية. Marwan being the coach and me and him having a history from Chantville, I felt like this was a great situation for me. بدي بالجمهور يطول باله شوي لانه الفريق معدل اعماره كثير صغير لحتى نقلع شوي شوي ونقدر نوصل للهدف اللي نحن بدنا. هلا انا بسد مع نادي شانفيل ومغامره جديده، عائله جديده. شانفيل نادي كبير كثير وانا وقتها فليت منه وعد الجمهور انه ارجع. فانا برايي حتكون كثير بطوله صعبه هالسنه، يعني عندك 8 فرق كثير صعبين حيكونوا. طموح اكبر مثل كل هالفرق اللي عم تحضر، طموحنا البطوله. My personal target last year was to win the championship. We didn't win the championship. This year would be the same thing. عم نتجهز قد ما فينا بأسرع وقت الموجود عنا. بالنهاية قدرنا نعمل فريق بدأ يليق بالمدينة، بيشرف المدينة.